حياكم الله مشاهدينا الأعزاء ويا مرحبا بكم وين ما كنتوا، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة ومشوار جديد من برنامجكم استديو الفجيرة. هذا البرنامج اللي نسعى من خلاله دائما إلى تقديم تجربة تلفزيونية فريدة من نوعها تجمع بين الثقافة والفن، الرياضة والأدب، بالإضافة إلى أغلب المواضيع الشيقة والمنوعة حقيقة، واللي ستأخذكم في رحلة مثيرة ومفيدة، وراح نقدم لكم أكيد نظرة عميقة في مختلف المجالات. وبالبداية ومما لا شك فيه، خلوني أمسي على زميلتي المتألقة والمتأنقة زينب المطروشي. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والنور والسرور يا علي. هلا وسهلا فيك. مساكم الله بالخير مشاهدين، وحياكم الله معانا اللي دائما تتابعونا من كل مكان، واللي دائما نسعى أن نقدم لكم محتوى متنوع غني يرضي جمهورنا والشباب الطموح إلى كبار السن المهتمين بالعلم، الثقافة وبعد الرياضة، لنكون بمثابة منبر مفتوح للحوار والتفاعل، وأيضا لنجعل من هذه الساعة أمسية تلفزيونية ممتعة ومفيدة. أكيد زينب، وكالعادة مشاهدين الكرام راح نبدأ فقراتنا لهذه الليلة مع أخبار دار السعادة، ومن بعدها بنروح وياكم لفقرة حديث الفجيرة واللي بنتعرف فيها على الفائزين في جائزة الشيخ خليفة التربوية بمجال التعليم وخدمة المجتمع. أما في فقرة الترند في دار السعادة بنلقي الضوء أكيد على أهم الترندات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأخيرا فقرة متميزون بيكونوا ويانا مواهب شابة في عالم الإبداع والابتكار. فعلا علي مشاهدينا، هذه هي مواضيعنا لحلقة اليوم، وإحنا دائما بانتظار تفاعلاتكم وبعد آرائكم في مواضيعنا المختلفة فقراتنا المتنوعة، وذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون الفجيرة عبر هاشتاغ تلفزيون الفجيرة. لكن الحين خلينا نروح معاكم ونتعرف على آخر المستجدات في فقرة دار السعادة. نعم مشاهدينا الكرام، كشف معالي سعيد الرقماني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية عن إنجازات ومبادرات الجمعية خلال الربع الأول من عام 2024، حيث بلغ إجمالي مدفوعات مشاريع وبرامج الجمعية 25 مليون درهم. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة معالي سعيد الرقماني وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لعرض ومناقشة الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تنفذها الجمعية خلال العام الجاري. بالفعل مشاهدين، التفاصيل أكثر عن برامج ومشاريع جمعية الفجيرة الخيرية رح نتعرف عليها أكثر عبر الهاتف مباشرة مع سعادة يوسف راشد المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية. مساك الله بالخير سعادتك. مساكم الله بالخير اخواني اخوي علي اختي زينب. حياك الله. الحمد لله تمام، سرك الحال. سعادتك، بدايه هي بالفعل جهود مباركه تبذلونها دائما في جمعيه الفجيرة الخيريه، حدثنا اكثر عن هذه البرامج وايضا المشاريع الخاصه بالجمعيه وبالتحديد خلال الربع الاول من عام 2024. ولله الحمد وبفضل دعم الايادي البيضاء واصحاب الخير، و يعني للامانه وحقيقه تميزت جمعيه الفجيرة الخيريه في هذا العام بدعم اكثر من 321 الف مستفيد من الاسر المنتجه وطلبه العلم واصحاب الهمم وايضا الايتام والارامل والاسر المنتجه، وايضا تميزنا في تقديم خدمات العلاج المرضى وافطار الصائم وكافه الشرائح المحتاجه. نعم. ولله الحمد، إذا نتكلم عن المدفوعات، مجموع المدفوعات التي كانت فقط في هذه الفترة في الربع الأول خلينا نقول ما يقارب 25 مليون درهم. ما شاء الله. ما شاء الله 25 مليون درهم سعادتك تقريبا وزعت في الربع الأول من عام 2024، يعني هذا حقيقة يعد إنجاز وشيء كبير وجهود عظيمة وكبيرة تقدم من قبلكم هناك في جمعية الفجيرة الخيرية. خلنا سعادتك شوي نتكلم، الأمانة هناك سؤال على الصعيد الشخصي، الآلية اللي تتبعها هذه الجمعية الخيرية، الاستراتيجية، الخطة اللي تمشي عليها على مدار هذه السنوات وعلى مدار أيضا كل سنة بربعها. ولله الحمد دائما جمعية الفجيرة الخيرية تحاول أنها بكل سنة تجدد أو تحدث الاستراتيجية حسب متطلبات المجتمع، حسب متطلبات أيضا الخدمات اللي تتميز فيها وتقدمها،
أيضا تطوير الخدمات التكنولوجية اللي تحاول أن تسهل وتذلل الصعاب على المتبرعين وأيضا على المستفيدين. فلله الحمد نحن دائما في تطوير مستمر للخدمات التكنولوجية التي تسهل على الناس، ونحاول بطريقة أو بأخرى أن نطبق البيروقراطية الصفرية، الأمانة، تقليص الخدمات أو تقليص المتطلبات والإجراءات، ما هو إلا دليل على تميز المؤسسات الخيرية. ولذلك نحن صحيح. دائما حكومتنا الرشيدة تشجع عند جميع القطاعات حاول أنك تقلل الإجراءات حتى تتميز في الخدمات. صحيح، وهذا حقيقة ما نلامسه فعلا. في جمعية الفجيرة الخيرية باللي تقدمه حقيقة للمجتمع من تسهيلات ومساعدات، سواء من خلال الأجهزة الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية. هذا ما يسهل حقيقة على يعني المستفيدين من هذه المساعدات. بالتوفيق لكم في قادم الأيام، دائما أنتم على موعد مع الأمل، مع الخير حقيقة، مع يعني مسح دمعة المحتاج أو يعني اللي يمر بظروف. دائما أنتم شركة رائدة أو جهة رائدة حقيقة ل يعني دفع عجلة تنمية المجتمع. شكرا لكم، شكرا لجهودكم سعادة يوسف راشد المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية. شكرا سعادتك على كل ما تقدمونه حقيقة لشرائح المجتمع، وشكرا لك شخصيا. أنا على هذا أبغي أشكركم أولا، أنتم الأمانة أنتم لكم دور جدا كبير في إبراز الله يسلمك الخدمات اللي تقدمها جمعية الفجيرة الخيرية، وأيضا تميزكم في الأمانة أنكم تسليط الضوء على أن الخدمات اللي تقدمها مش فقط إلا أنت، جزء من شركاء الخير لجمعية الجهة الخيرية. الله يسلمك. وأنا في عبر منبركم للأمانة أقدم رسالة شكر لجميع أصحاب الخير باسم كل محتاج شملت الرعاية والدعم. فبالله والله الحمد فضل الحمد الله ورعايته ومساندتكم أنتم. للأمانة استطاعت الجمعية أن تساعد آلاف المحتاجين و الحمد لله. يعطيكم العافية. العافية، هذا واجبنا سعادتك. الله يحفظك. شكرا سعادتك. يعطيك العافية. شكرا. الله يحفظك. مشاهدينا، نظم المجلس البلدي لمدينة خورفكان وبلدية مدينة خورفكان الملتقى البلدي الثاني في فندق أوشيانيك لتسليط الضوء على أعمال المجلس وأيضا إنجازات البلدية خلال عام كامل. صحيح زينب، حيث تناول الملتقى دراسة الخطط المستقبلية والتي من شأنها أن تسهم في إنجازات أو إنجاز المعاملات الخاصة بالعقود الإيجارية من خلال دمج المعاملات وتسهيلها على المتعاملين، كما تم شرح دور مجالس البلديات وطبيعة اللجان المتخصصة فيها. مشاهدينا، تفاصيل أكثر سنتعرف عليها ومن خلال هذا التقرير، فلنتابع. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الملتقى الذي نظمه المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وكان الهدف من هذا الملتقى السنوي الثاني هو لتسليط الضوء على أعمال المجلس البلدي في مدينة خورفكان، وحقيقة الجهود التي تبذلها بلدية خورفكان حقيقة طوال العام، وسواء كان في الأيام الأمطار أو أيام يعني مثلا الحالات المدارية اللي مثلا مرت، جهود طيبة جدا بذلتها مدينة بلدية خورفكان. وكذلك استعنا نحن حقيقة في المجلس البلدي أيضا بورقات عمل مقدمة من هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وكذلك من جامعة خورفكان، وكذلك من دائرة الخدمات الاجتماعية مدينة خورفكان، وذلك لتسليط الضوء على أعمال هذه المؤسسات لما تقوم به حقيقة من خدمات جليلة للمواطنين والمقيمين في مدينة خورفكان. تم اليوم الحمد لله افتتاح الملتقى البلدي الثاني في المجلس البلدي مدينة خورفكان، والله الحمد تم حضور أغلب الجهات المختصة في المدينة، وتم مناقشة الكثير من المواضيع المدرجة في هذا الملتقى، وتم تفاعل من بين الحضور، والحمد لله يعني لاقى هذا الملتقى نجاحا كبيرا، وبإذن الله حتى كذلك إن شاء الله نطمح في السنوات المقبلة في الملتقيات القادمة يكون إن شاء الله يعني لقاء أكثر مع كافة شرائح المجتمع بإذن الله. اللي
اليوم نحن كمجلس بلدي خوفكان نظمنا الملتقى البلدي الثاني للمجلس البلدي لمدينة خوفكان. هذا الملتقى الذي يأتي في كل سنة يتم تنظيمه سلطنا الضوء على إنجازات المجلس البلدي، الطلبات التي يتم تقديمها في المجلس خلال 2023 و2024 وما هي المواضيع التي تم حلها، وكذلك سلطنا الضوء على الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية وهم شركاء استراتيجيين معنا. كان هناك متحدثين من مختلف الجهات، منها رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة، وكذلك مدير فرع دائرة الخدمات الاجتماعية، وكذلك مدير جامعة خوفكان. هذا التنوع وهذه الخدمات المتنوعة تم تعريف الخدمات للحضور، فنحن في مدينة خوفكان نتمنى تكاتف الجميع، نتمنى هناك يكون تواصل أو ربط استراتيجي مع كافة الدوائر الحكومية لتسهيل الخدمات على كافة أهالي مدينة خوفكان. يستعد اتحاد الإمارات للرياضة للجميع وبالتعاون أيضا مع الهيئة العامة للرياضة لتنظيم فعالية دوري الألعاب التراثية الإماراتية. صحيح زينب، تفاصيل أكثر عن هذه الفعالية سنتعرف عليها مع ضيفتنا عبر الهاتف مباشرة سعادة خلود الجنيبي، وهي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضة للجميع. أهلا وسهلا في سعادتك في استوديو الفجيرة. مساك الله بالخير. يا مرحبا مساك النوار. أهلا وسهلا ويا مرحبا. طبعا بداية سعادتك يا ريت لو نتعرف أكثر على دوري الألعاب التراثية الإماراتية وشو الهدف من تنظيم هذه الفعالية؟ يعطيكم العافية وعافينا على هذه الاستضافة للتعرف أكثر عن دوري الألعاب الشعبية التي نظمها الاتحاد. طبعاً تم الإعلان عن دوري الألعاب الشعبية تزامناً مع اليوم العالمي للتراث، والهدف الرئيسي نحن عندنا في اتحاد الإمارات الرياضة للجميع تنظيم مثل هالنوع من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، هو إعادة إحياء الموروث الشعبي طبعاً بين أفراد المجتمع من مختلف إمارات الدولة لإبراز أهميتها والحفاظ عليها كموروث متجدد تتناقله إن شاء الله أجيالنا الجاية، ونعرف عيالنا أكثر عن الموروث الأجداد والألعاب التراثية. صحيح. أيضاً سعادتك حابين نتعرف من خلالك أكثر عن البرنامج الزمني الجديد للفعالية وأيضاً الترتيبات الخاصة بمثل هذه المنافسات. كان من المفترض أن يبدأ الدوري من إمارة الفجيرة في 26 من أبريل السابق، ولكن طبعا للظروف اللي صارت في الآخر موجة ومنخفض الجو اللي حصل. نعم. إن شاء الله بيتم الإعلان عن التواريخ الجديدة والزمن الجديد، راح نبدأها من إمارة الفجيرة وبنختم الفعاليات إن شاء الله في إمارة أبوظبي. بمعدل المرحلة الأولى راح تكون تصفيات بين الأسر المشاركة في كل إمارة بمعدل من 4 إلى 6 أسر، ويتم تصفية الأول والثاني للمنافسة النهائية. نعم. طيب سعادتك، هل حصلت هذه الفكرة على التفاعل من قبل الفئات الرياضية والمجتمعية أيضا؟ الحمد لله، من بدينا بالإعلان عن تفاصيل الدوري في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية في الدولة كان تفاعل جدا كبير، والمنافس في الموضوع هو طبعا العدد المختار جدا قليل لكل إمارة راح تسجل فيه الدوري للنسخة الأولى من دوري الألعاب الشعبية اللي هي بمعدل فقط 4 إلى 6 أسر من كل إمارة، فهذا اللي هو خلى التفاعل أكثر وحماسي. ما شاء الله. سلام. يعطيكم العافية. يعني سعادتك أيضا ختاما، إلى أي مدى ينسجم تنظيم هذه الفعالية مع استراتيجية الاتحاد في تصميم مثل وعمل مثل هذه المبادرات الإيجابية؟ دائما نحن في اتحاد الإمارات الرياضة للجميع نسعى إلى اختيار، دائما يوم نختار نحدد الفعاليات والأنشطة اللي تكون طبعا تناسب أفراد المجتمع وتنسجم مع استراتيجيتنا نحن في كاتحاد رياضة للجميع، بحيث أن الهدف الرئيسي هو رفع معدل ممارسة الرياضة لكافة أفراد المجتمع بمختلف أعمار وكافة الجنسيات. فدائما نسعى من خلال تنظيم أجندة تناسب خلنا نقول أفراد المجتمع، سواء كانوا أسر في الفرجان في المدارس طلاب المدارس بمختلف الجنسيات المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يعطيكم العافية، أكيد سعادتك وتركيزكم نفس ما ذكرتي في البداية على الفعاليات التراثية وأيضا نقل الموروث الإماراتي الثقافي الشعبي إلى الجيل الجديد. كل الشكر لك على هذه المداخلة سعادة خلود الجنيبي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضة للجميع. شكرا لك ويعطيك العافية. يعطيكم العافية. شكرا. الله يحفظك. جميلة حقيقة هذه الخطوة زينب للأمانة. يعني أنت تتكلمين اليوم نتكلم عن دوري ألعاب تراثية. صحيح. دوري معناته هو على طول على مدار السنة ينتهي ويبدأ كل سنة في منافسات بين هذه العوائل. حلو. من كل إمارة. هناك نتيجة حتمية وهي استدامة هذه الألعاب. صحيح. الشعبية واللي تدخل وتتضمن من موروثنا التراثي وهذا هو هدفنا. فبرافو عليهم حقيقة على هذه الخطة اللي صراحة عجبتني أنا على الصعيد الشخصي للأمانة. يعطيهم ألف عافية وموفقين أكيد. ونروح وياكم مشاهدين الكرام لموضوع آخر، حيث نظم مركز الفجيرة الإبداعي في مسافي ورشة بعنوان الحساب الفلكي للدرور، والتي تم التطرق فيها لأهمية الحساب الفلكي وعلاقته بالبيئة المحيطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأيضا مشاهدين تم التطرق إلى العديد من النقاط المهمة الأخرى. مزيد من التفاصيل عن هذه الورشة نتابعها معاكم في التقرير التالي. اليوم احنا في مركز مسافي الإبداعي بدعوة منهم قدمنا محاضرة أو ورشة بسيطة عن حسابات الدرور اللي طلبت وطالبات مدارس المنطقة. طبعا عرجنا فيها اللي أول شيء تعريف حساب الدرور هو حساب فلكي قديم اعتمد عليه الأهالي، اللي طبعا اللي كثير متعلق بالزراعة والبحر وأيضا بالأجواء اللي خاصة بهذه المنطقة. أيضا هذه المحاضرة هي تعريف الجيل المستقبل بناتنا وشبابنا اليوم لموروث هذا الموروث الثقافي اللي كان موجود في هذه المنطقة، ليش الأهالي اعتمدوا عليه وشو تأثيره عليهم في حياتهم اليومية وكيف كانوا يعيشوا مع هذه الدرور، وأيضا ليش احنا اهتمينا بهذا الدار وبدينا نهتم بحسابات الدرور. وأيضا عرجنا للتعريف لأهمية هذا الحساب سواء كان على أهل البحر وأهل البر، وأيضا زي ما قلنا أنه هو مرجع تاريخي قديم عاشوا فيه الأهالي ولا زال طبعا كثير من الأهالي يحفظ هذه الدرور وهو طبعا في حياتهم اليومية. الجيل اليوم هو جيل تكنولوجيا، فلذلك كثير من الجيل ما يعرف هذه الحسابات القديمية ويمكن ما تكون من اهتمامه لأنه ما تعني لي كثير، لكن طبعا لما احنا حبينا في هذه الورشة ننقل هذه الفكر وهذا الموروث الثقافي لهذا الجيل حتى يطلع كيف الأهالي عاشوا، كيف أجدادنا، كيف أبانا عاشوا في هذه المنطقة، وليش اعتمدوا على حسابات الدرور، وشفنا أن حسابات الدرور ممكن تساعد في التغير المناخي، كيفية زراعة، كيفية حصاد بعض الثمار، كيفية أيضا الأمطار وما أمطار والرياح، كل هاي متعلقة بحسابات الدرور. فلذلك إحنا نبي نطلع جيل اليوم أن هذا الموروث هو موروث مهما تطورت التكنولوجيا ومهما تطور العالم ومهما استغنينا عن حسابات الدرور، لكن يظل هذا الحساب دقيق وحساب جيد يقدر يساعد في كثير من المختصين والأهالي وحتى في المهتمين بالفلك. أعتقد المهتمين بالفلك لهم اهتمام كبير بحسابات الدرور، وطبعا هذه الحسابات ساعدهم في معرفة الرياح اتجاهها ومعرفة التغير المناخي في البيئة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تستعد جمعية الاجتماعيين وذلك بالتعاون مع الجمعية الخليجية للاجتماعيين لتنظيم الملتقى الخليجي 14 للاجتماعيين يومي 15 و16 من مايو الجاري تحت عنوان الشراكة المجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي. فعلا علي، مشاهدينا تفاصيل أكثر حول هذه التحضيرات الخاصة بالملتقى راح نتحدث عنها أكثر عن تفاصيلها مع ضيفنا عبر الهاتف مباشرة الدكتور محمد بن جرش السويدي عضو مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين. مساك الله بالخير دكتور. مساء الخير والنور لكل المتابعين الأعزاء في هذا المساء البهي، وأتمنى إن شاء الله للجميع أمسية ملؤها الفائدة والمتعة إن شاء الله. دكتور، بداية تحدثنا عن مهام هذا الملتقى الخليجي 14 للاجتماعيين. الملتقى الخليجي 14 للاجتماعيين
والذي إن شاء الله ستنطلق فعالياته يومي 15 و16 مايو في الجامعة القاسمية في إمارة الشارقة. كما نعلم بأن العنوان الشراكة المجتمعية، وتكمن أهمية الشراكة المجتمعية في المساهمة في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات، وتعزز من كذلك قدرة المجتمع على التطور والنمو بشكل مستدام، كما تعزز الروابط الاجتماعية، وتساهم كذلك الشراكات المجتمعية في تعزيز التنمية في مجالات متعددة وتوفر الحلول المبتكرة. من هنا يكمن عنوان هذه الدورة من دورات الملتقى الخليجي 14. وبخصوص أهداف الملتقى، هناك مجموعة من الأهداف وضعت من قبل اللجنة المنظمة لهذا الملتقى، منها التعريف بالشراكة المجتمعية ومنطلقاتها وإبراز دورها في تنمية وتطور المجتمع، تسليط الضوء على الشراكات المجتمعية وفاعليتها في تمكين مؤسسات المجتمع وجمعيات النفع العام، المجالات التي سيتم التطرق إليها خلال هذا الملتقى، الطفولة والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمتعافين من الإدمان، وكذلك من المهم الاطلاع على أبرز برامج الشراكة المجتمعية إقليميا ودوليا. الآن قد تساءل البعض عن منهجية عمل الملتقى، كيف ستكون تلك الفعاليات خلال اليومين 15 و16. ستنطلق في البداية أحداث الملتقى من خلال تقديم ورقة عمل عن الشراكات المجتمعية، بعدها سيتم تقسيم المشاركين إلى 6 مجموعات كورش عصف ذهني، ستتناول كل مجموعة محور من المحاور التالية: الطفولة، المرأة، كبار السن، المتعافين من الإدمان، ومجموعة ذوي الإعاقة، و أيضا هناك تنمية لمهارات أعضاء جمعيات النفع العام. وبعدها في اليوم الختامي سيتم عرض تلك التوصيات والحلول المبتكرة التي قدمتها تلك المجموعات. يعطيك العافية دكتور، يعني ما شاء الله وفيت وكفيت، عطيتنا تفاصيل كافية عن تحضيراتكم لهذا الملتقى 14، وأيضا عن الأهداف وأيضا الفئات الشاملة في هذا الملتقى. كل الشكر لك أكيد، ويعطيكم العافية ونتمنى لكم كل التوفيق. الدكتور محمد بن جرش السويدي، عضو مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين، شكرا لك دكتور ويعطيك العافية. العفو، شكرا لكم جميعا، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله حضور الجميع في هذا الملتقى. إن شاء الله يشرفنا. إن شاء الله، شكرا لكم، يعطيك العافية دكتور، الله يحفظك. مشاهدينا، والحين راح نروح معاكم إلى فقرة ترند في دار السعادة. أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، وعن تفاصيل أخبارنا في ترند في دار السعادة نروح وياكم للخبر الأول، حيث حققت المواطنة الشابة عليا عبد السلام والبالغة من العمر 17 عاما إنجازا تاريخيا بحصولها على الرخصة الدولية للقيادة رسميا في سباقات الزوارق السريعة بمختلف البطولات، لتصبح أول امرأة إماراتية تحصل على تلك الرخصة للمشاركة في سباقات زوارق الفورمولا 4. وطبعا حصلت عليا على ردود فعل إيجابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق محمد علي وقال: كفو وإن شاء الله مزيد من النجاحات، اللهم آمين أكيد. كما تمنى لها سالم السويدي قائلا: الله يوفقها، أكيد إن شاء الله الله يوفقها وترفع راسنا في كل المحافل الدولية. ونروح وياكم مشاهدينا لخبرنا الثاني، واللي أجرت من خلاله إمارة أبوظبي تجارب لأول طائرات بدون طيار، وذلك لنقل الركاب في منطقة الشرق الأوسط في إطار تعزيز الإمارة لمكانتها كمركز عالمي ولحلول التنقل الذكية المستدامة. وشملت هذه الرحلة التجريبية الثانية طائرة بدون طيار صغيرة الحجم قادرة على حمل راكبين والسفر لمسافة تصل إلى 35 كيلو مترا لمدة 20 دقيقة تقريبا.
هذا الإنجاز الضخم كان سبب فرحة رواد أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق الدكتور سيف المعيبي على منصة إنستغرام: عز يا دار زايد وعمار يا وطني الإمارات. وعلق أيضا صانع المحتوى نور لحدب وقال: عمار يا الإمارات، نعم عمار يا الإمارات، والله يحفظ لنا دولتنا وشيوخنا وشعبنا الكريم أكيد. وروح وياكم أيضا لخبرنا الثالث والأخير مشاهدينا الكرام، حيث تصدرت إمارة دبي قائمة أكثر المدن اكتظاظا بالمنيورات في الشرق الأوسط لعام 2024، مع وصول إجمالي عددهم إلى 72.5 ألف مليونير بنمو نسبة 78% على مدى السنوات العشر الماضية. طبعا بالنسبة إلى التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي جاءت كالتالي، حيث كتبت ميثل جسمي: الله يزيدهم ويزيدنا بكل خير أكيد، اللهم آمين. وكما علقت أيضا عائشة وقالت: الله يزيد ويبارك ونقول اللهم آمين. مشاهدينا، كانت هذه أخبارنا في فقرة الترند في دار السعادة. وطبعا يمكنكم أنتم أيضا اقتراح المواضيع التي ترغبون بطرحها في هذه الفقرة على هاشتاغ استديو الفجيرة وعبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي والتابعة لتلفزيون الفجيرة. يعطيك العافية علي. يعافيك يا زينة. مشاهدينا، أكيد مواصلين معاكم باقي فقراتنا وفي برنامج استديو الفجيرة، لكن بعد هذا الفاصل انتظرونا. ويا مرحبا فيكم مشاهدين الكرام من جديد، ومن زلنا أكيد مستمرين وياكم ومع فقراتنا المنوعة في برنامجكم استديو الفجيرة. والحين جاءت فقرة متميزون. في عالمنا المليء بالتحديات تبرز شخصيات مميزة تحمل في طياتها الإبداع وأيضا الابتكار، ومن بين هؤلاء تظهر فتاتان استثنائيتان بقدرتهما الفذة وأفكارهما أيضا المبتكرة، تصنعان الفارق في عالم الأدب بقصصهما الملهمة وأفكارهما الجديدة. صحيح زينب، وراح نتعرف على رحلتهما ونكتشف كيف وصلت كل واحدة منهما إلى مكانتها الحالية كمبدعة ومبتكرة، كما سنستمع إلى قصصهما الملهمة ونتعرف على تحدياتهما وانتصاراتهما. فلنرافق معكم مشاهدين الكرام هاتين الفتاتين الرائعتين في رحلتهما المثيرة، ولنستلهم منهما الإلهام والتفاؤل. رحبوا معنا بموزة محمد الهوتي وشريفة محمد الهوتي. أهلا وسهلا فيكم يا شريفة يا موزة. نورتونا. طبعا موزة وشريفة نورتونا في استديو الفجيرة، ويا مرحبا بكم. خلونا نتعرف عليكم عن قرب أكثر، ونتعرف تحديدا للمواهب اللي تمتلكونها. ببدي أنا أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زهرة التميز موزة محمد الهوتي، أنثر عطر تميزي بمدرستي جمانة بنت أبي طالب، أينات بمدينتي الجميلة خورفكان، متعددة المواهب والهوايات، ومن أهمها الرسم والقراءة والابتكار والتلخيص والعديد منها. ما شاء الله عليك. والحين دور شريفة. عارفين عن نفس الشريفة وأكثر شيء يميزك؟ أنا بنت الإمارات، بنت كلنا محمد، بنت سلطان العلم والثقافة. أنا الطالبة الإماراتية شريفة محمد الهوتي في الصف الخامس، عمري 10 سنوات، مدرسة الإماراتية جمانة بنت أبي طالب. أنا أعيش في عروس الساحل الشرقي، أكيد عرفتموها، إنها خورفكان الحبيبة التي أكلت من خيراتها ولعبت على أرضها وتنفست هواؤها. موهبتي هي الرسم، ولدي عدة هوايات منها التمثيل والتلخيص وإلقاء الشعر والتأليف، ولدي قصتان من تأليفي وهما قصة خيوط مرمر في كتاب أقلام المستقبل، وقصة ساعة العجيبة في كتاب حرر خيالك
الإمارات في عيونك. ما شاء الله عليك شريفة. بارك الله فيك ويعطيك العافية. خلونا شوي نروح لموزة ونبقى نتعرف بدايتكم متى كانت؟ بدايتنا كانت في حب الابتكار. بدايتنا كانت في موهبة الابتكار، إن إحنا دايماً كانوا ماما وبابا يودونا لمحلات ألعاب عشان نشتري كمكافأة لنا، فكانوا دايماً يلاحظون علينا ناخذ ألعاب أكبر عن عمرنا وتحتاج تفكير زيادة، ويعني لازم نفتح عقلنا فيها أكثر. فبعد ما لاحظوا علينا هذا الشيء قالوا إنه يمكن تكون عندنا هذه الموهبة اللي هي الابتكار، فأنسبونا لمراكز ودورات ورش عشان تساعدنا إن ننمي موهبتنا في الابتكار. حلو، يعني يكتشفوا هالشيء فيكم موزة أنت وشريفة. أنا اللي عارفة عنكم إن عندكم بعض المواهب والأشياء المشتركة، لكن أبى أعرف عنك أنت شريفة، شو الأشياء أو القدرات والمواهب اللي عندك ويعني تميزك عن موزة؟ أول شيء أنا عندي عدة جوائز، منها جائزة حصلت على جائزة مبتكرون الصغار، حصلت على جائزة NSTI، وبعد حصلت على عدة جوائز والكثير. ما شاء الله عليك، يعني متميزة في وايد مجالات، بس أكثر مجال يمكن أنت تتميزين فيه أكثر أو يمكن الشيء ما يستهوي موزة أو ما تحبه، شو من المجالات؟ أنا ولله الحمد بأصير رائدة أعمال كبيرة، وبعد أنا الحين واصل لنهائيات تحدي القراءة العربي. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. طيب نروح لموزة. موزة أنت فزتي في مسابقة مبتكرون فاب لاب مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم، واللي تم عرضها في جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالإضافة إلى يعني نبقى نتكلم عن هذا الجانب وشو نوع الابتكار اللي أنت قدمتي. في البداية أحب أقول لك أن أنا الابتكار اللي فزت فيه بفاب لاب حمدان يختلف عن اللي عرضته في جمعية الفجيرة. اللي فزت فيه بجائزة حمدان لله الحمد هي الطاولة الذكية تساعد من تخفيف الحقيبة المدرسية. أما اللي عرضته على جمعية الفجيرة اللي هي ابتكار جديد، السمكة الذكية اللي بتستفيد منها البيئة البحرية. ما شاء الله عليك. وبعد أنت شريفة متميزة، يعني فزتي بعد بالمركز الأول في مسابقة NSTI، هذه كانت في المهرجان الوطني للعلوم والابتكار وأيضا التكنولوجيا. كلمينا عن هذه الجائزة وكيف قدرتي تحصلين على المركز الأول. ممكن أحكي لكم شو صار معي بالمسابقة؟ إيه أكيد قولي. أول شيء يوم وصلنا اتصال الترشيح كان في الوقت الضايع، ما كان عندنا وقت وما كان باقي شيء على المسابقة، ولكن قلت أنا بقدر وما استسلمت وتوكلت على رب العالمين، ورتبنا الأغراض وتوجهنا لمكان المسابقة، ورتبنا البوث الخاص فيني وتعرفت على وايد أصدقاء، وكان كل ما يمر عندي مقيم أو متطوع أو لي أمر أو طالب كانوا يقولون حقي أنت تقدرين واستمري. ومرت الأيام أسرع سريع وما حسينا بالوقت، ويا يوم إعلان النتائج، ولله الحمد حصلت على المركز الأول على جميع صفوف الثالث والرابع. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليكم، يعني شريفة وموزة أنتم من الطالبات حقيقة المتميزات، واللي نلتن أيضا على جائزة أكيد حمدان بن محمد فئة الطالب المتميز. فيعني خلونا نتكلم عن هذه الجائزة وكيف أثرت فيكم هذه الجائزة. نبدأ معك موزة. بالنسبة لجائزة حمدان، بصراحة أنا لما شاركت فيها شفت كيف أنه لازم أجتهد ولازم أنمي مواهبي وهواياتي وأبرزها لهم في هذا الملف. فبعدين لما رحت المقابلة أحسيت أني فخورة بنفسي أن أنا وصلت لهذا المستوى، ولما فزت فيها عطتني دافع كبير أني أجتهد وأن أجتهد في مواهبي وهواياتي وأقعد أبرزها من خلال المشاركة في الورش والدورات التدريبية والانتساب للمراكز. أعطتني دافع كبير أني أشارك في المسابقات الثانية. ما شاء الله عليك. وأنت شريفة؟ أول شيء وأنا شاركت مسابقة حمدان ما كنت أعرف كيف الشعور بالفوز، لكن إلا بعد ما تكرمنا بصراحة كان الشعور وايد حلو، وخاصة أن خلاني أستمر وأثق بنفسي. ما شاء الله عليكم. إنزين مسألكم سؤال بعد مشترك، من الداعم الأول لكم في البيت في الأسرة؟ بداية عند الشريفة. الفضل الكبير لأمي الله يحفظها،
وبعد أبوي له دور كبير وعائلتي الحمد لله. ومعلماتي. طبعاً وراء كل شخص متميز لازم نعرف أن في حد يساند عليه، اللي هم أمي وأبوي وأسرتي والأهل والأصدقاء طبعاً. ما شاء الله، يعني كل اللي عندكم في البيت انت. الحمد لله. ما شاء الله، الله يبارك لكم فيهم ويبارك أمين. لكم ويبارك فيكم أكيد. موزة، أنت من النوع اللي تحبي تألفي قصص وكذا، يعني تحدثين عن هذا الجانب، وشو القصص أيضاً اللي شاركتي فيها ودخلتي فيها مسابقات؟ تمام. في البداية أحب أقول أن أنا ولله الحمد أصدرت أول قصة لي بعنوان سر لهلوب مع الكاتبة هاي القاسم، وأكثر قصة أثرت فيني اللي هي سلسلة الشيخ محمد بن راشد عالمي الصغير، وشاركت فيها في ورشة مع الأستاذة ميثاء الخياط بعنوان اقرأها ومارسها، أن بعد كل ما نخلص ورشة واحدة نبدأ نقرأ القصة كامل ونلخصها ونبدأ نصور فيديو ونوثق فيه الأشياء اللي إحنا استفدنا منها من القصة والأشياء اللي عيبتنا منها. لله الحمد أني بعد شاركت في مسابقة تحدي القراءة العربي، وصلت للنهائيات، ولكن إن شاء الله نفوز في المرة الجاية. ما شاء الله عليك، يعني أنت كاتبة قصص وفي بداياتك ما شاء الله عليك موزة شريفة، أيضا أنت ما شاء الله عليك دخلتي مجال التمثيل وبالتحديد التمثيل المسرحي، كلمينا عن أدوارك في مسرحية سموكة وأيضا مسرحية الشباك البالية. أول شيء أنا وايد حبيت المسرحية لأني كنت الشخصية الرئيسية وهي سموكة، وهذه سموكة كانت تحب اللعب والضحك وايد، وكانت تساعد أصدقائها ينظفون البحر عشان يكون البحر نظيف. أنت كنتي بطلة في هاي المسرحية، والمسرحية الثانية الشباك البالية هي نفس المسرحية. هي نفس المسرحية. ما شاء الله. بعد شاركت بمسرحية في حقل ناديك، كنت في دور النحلة. ما شاء الله عليك تحب التمثيل وايد. موفقة إن شاء الله، وتم اختياركم بعد ما شاء الله، يعني إنجازات وايد. أي صراحة ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك لكم إن شاء الله. اختياركم أيضا تم اختياركم في عضوات في سفراء الأمان في شرطة دبي، كلمونا عن هذا الجانب ونروح لشريفة. أول شيء أنا وايد أشعر بالفخر أن نمثل دولتنا وقيادتنا الرشيدة. ما شاء الله عليكم. بالنسبة لي أنا أحس أن أنا أشعر بالفخر والسعادة لأنهم رشحونا إحنا أو اختارونا إحنا عشان نمثل سفراء الأمان اللي هي دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن قادرين استضفنا أكسبو دبي 2020 واختارونا إحنا ولله الحمد. الحمد لله. ونشعر بالفخر والله. يعني موزة إحنا بعد فخورين فيكم أكيد جدا. وفي شريفة وهذه الإنجازات ما شاء الله عليكم، والتنوع في المهارات وأيضا المواهب، نتمنى لكم كل التوفيق ودائما نشوفكم متميزات ورائدات في مجالكم. أكيد كل الشكر لكم موزة الهوتي وأيضا شريفة الهوتي، شكرا لكم، يعطيكم العافية. نورتونا. الله يحفظكم. مشاهدينا رح نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي مشوارنا وفقراتنا، انتظرونا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وما زلنا مستمرين معكم ومع فقرات برنامج استوديو الفجيره، والان سننتقل بكم لفقره حديث الفجيره. مشاهدينا، تساهم جائزة خليفة التربوية في الكشف عن مصادر الإبداع والابتكار من خلال الكشف عن العائلات المتميزة، وذلك من خلال مشاركاتهم أيضا وتساعدهم في تشجيع المواهب الواعدة في العديد من المجالات. صحيح زينب، حيث تعتبر عائلة السعيد سيف اليليلي من العائلات المتميزة والتي تسعى دائما وجاهدة لتحقيق أهدافها في إمارة الفجيرة، إذ فازت هذه العائلة بجائزة خليفة التربوية بمجال التعليم وخدمة المجتمع في فئة الأسر الإماراتية المتميزة في الدورة 17 من عام 2024. وللحديث أكثر عن هذا الفوز نرحب معنا في الاستوديو الأستاذة عذراء غازي فيصل وعهد سعيد اليليلي. أهلا وسهلا فيكم. مساكم الله بالخير. يا مرحبا بكم. نور السرور. أهلا وسهلا فيكم، وإحنا شاكرين لكم على هذا دعمكم واستضافتنا في هذا البرنامج المميز. الله يسلمكم ويا مرحبا بكم. طبعا شرفتونا. في البداية أكيد يعني السؤال اللي راح يفرض نفسه، ماذا تعني لكم هذه الجائزة حقيقة؟ طبعا جائزة خليفة تربوية
من الجوائز الكبيرة في الدولة، وأيضا وصل صداها على مستوى العالم، من الجوائز اللي تحفز أفراد المجتمع والأسر الإماراتية المتميزة على التواصل والدعم في التميز وتنمية مهارات ومواهب الأبناء وأيضا الأسرة. فبالنسبة لنا إحنا جائزة خليفة هي تكملة وأضافة إيجابية مميزة لرحلتنا في التميز. صحيح، يعني هذا بخصوصك عذراء، لو نتحدث أيضا معك عهد عن شعورك وفوزكم بهذه الجائزة المجتمعية أكيد اللي تصف دور الأسرة الإماراتية في المجتمع. طبعا في البداية يسعدني ويشرفني كوني معاكم اليوم هنا. الله يسلمك. هذه الجائزة تكفي وجود اسم الشيخ خليفة طيب الله ثراه فيها، وشعوري لا يوصف. اختلط شعور الفرح والامتنان والفخر كوني ضمن هذه الأسرة المتميزة. الحمد لله، يعطيك العافية إن شاء الله دائما وأبدا. أستاذة عذراء، أهمية مثل هذه المشاركات أو في مثل هذه الجوائز والمسابقات حقيقة والتي تقع أو يقع أثرها على المجتمع والعائلات بشكل عام؟ شوف، دائما إحنا نقول أن التميز والنجاح ما يتوقف على أنك أنت فزت بجائزة أو أنك حصلت على مسابقة أو مثلا لقب. التميز والنجاح دائما يكون أنك أنت الاستمرارية في المشاركة مثل هذه الجوائز، يعني وأبرزها اللي هي جائزة خليفة التربوية والعديد من الجوائز التربوية الموجودة على مستوى الدولة. ولله الحمد يعني أن إحنا كأسرة متماسكة، كأسرة متميزة على مستوى الدولة، قدرنا نحصل على العديد من الجوائز. جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز للأبناء، جائزة الشارقة للأداء التعليمي أيضا التربوي للتفوق والتميز، لكن جائزة خليفة هي أعطتنا الدافع الأكبر إن إحنا قادرين إن نحقق التميز والنجاح ونكون قدوة لغيرنا ويحتذوا فيها في هذا المجتمع، وقدرنا نحقق الفوز في هذا الجائزة. هذه الجائزة دائما تدعم المواهب مثل ما ذكرنا. إنزين، يعني تعطيني أنا كولية أمر إني أستمر مثلا أبنائي تنمية مهاراتهم، تنمية مواهبهم، إني ما أتوقف عند نقطة معينة، إني لازم أستمر. جائزة خليفة هي من ضمن سلم النجاح اللي إحنا ماشيين عليه في أسرتنا داخل الدولة. الحمد لله، يعني نفس ما ذكرتي عذراء تعطيكم الدعم وأيضا الحافز أنكم تكملون في هذه المسيرة، في هذه المبادرات وأيضا المشاركات. عهد، ما شاء الله عليك، يعني إلى جانب فوزكم بهذه الجائزة عندك العديد من المشاركات المجتمعية، لو تحدثين عن هذه المشاركات. طبعا أنا قدمت أكثر من 200 ورشة واقعية وافتراضية تدعم العديد من المواضيع مثل الثقافية، التعليمية، التوعوية، ومثل ما قلتي أيضا المجتمعية. عندنا مثلا مبادرة مجتمعية قدمتها اسمها قوافل السعادة، وكانت هي تكريم خط دفاع عن الأول في فترة كورونا. كما أيضا قدمت خيرة بركتكم العديد من الورش. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. أروح لعذراء وراح أسألك عذراء عن التحديات اللي قد تواجهينها كونك أم لعائلة متميزة. طبعا أول شيء أقول الحمد لله والشكر على نعمة الأبناء اللي عندنا. من أكبر التحديات اللي تواجهها أي أم هو عامل الوقت، كيف أني أنا أنظم وقت أبنائي في الدراسة، في الصلاة، في الترفيه. تعرف إحنا الأبناء لازم يعني الترفيه هذا الشيء يعني رفرش يعتبر، لازم يعتبر حق الطفولة نعطي لهم، لازم حق الطفولة. كيف أني أنا أقدر مثلا أنمي مواهبهم، انتمائهم للأندية والدورات والمشاركات الخارجية. كان عامل الوقت شوية صعب بالنسبة لي أنا كولية أمر، بالنسبة لوالدهم أيضا، أني أنا كيف تكون أكاديميا وغير أكاديميا. الحمد لله متفوقين متميزين في المدرسة ومن الأوائل الحمد لله والشكر. بنفس الوقت عندي محمد ما شاء الله حاصل على برونزية العالم الشطرنج في اليونان، حاصل على بطولة العرب، بطولة كأس آسيا، بطولة كأس رئيس الدولة في الشطرنج، مثل الدولة في محافل عالمية ومحلية تقريبا 22 دولة. بنفس الوقت ما شاء الله من أوائل المدرسة، حصل على نصف ما شاء الله 98 بالثانوية العامة السنة اللي طافت. كان في صراع مع نفسه في الوقت، فكان هو ايضا كان يعني من انا يوم اقدم لهم على جائزه او اقدم لهم مثلا على دوره ولا مشاركات كنا نتناقش، كان عامل النقاش والحوار بالاسره كان شويه صعب، لانه صعب انك انت تقنع طفل انك انت كيف انك تنمي مواهبه، انه يكون عنده هدف، يكون عنده طموح في المستقبل، كيف انه يكون انسان متوازن. بنيت عقليتهم ما شاء الله الحين عقليتهم كبيرة، يقدروا هم يواجهوا فيها أي تحدي يواجهوا لله الحمد.
واللي ساعدني أكثر في أني أتجاوز التحديات أبوهم ما قصر أبو محمد، وأيضاً دولتنا وقيادتنا الرشيدة دائماً تعطينا حافز أن إحنا كيف نواجه التحديات، والحمد لله والشكر أن إحنا نقدر إن كيف تعلمنا نواجه التحدي وكيف ننظم الوقت وكيف أن نحصل على التميز والتفوق. الحمد لله، وبالتالي ما شاء الله يعني عهد متميزة، وحصلتي عهد على لقب سفيرة التسامح من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. كلمين عن هذا اللقب، وشو تشعرين وشو شعرتي أيضا لما حصلتي على هذا اللقب عهد؟ طبعا حصلت على هذا اللقب بعد فوزي بجائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمكافحة التنمر في المدارس. من بعدها عطتني أم الإمارات الله يحفظها الشيخة فاطمة لقب سفيرة التسامح. طبعا هذا اللقب أضاف لي الكثير من الأشياء، منها الثقة بالنفس، التحفيز، وعلمني كيف أني أكون قدوة لنفسي ولغيري. الحمد لله، ما شاء الله عليك. أنا أكيد بروح للأستاذة عذراء. استاذة عذراء، انت ام فاضله، ام حقيقه عظيمه. انا قبل شوي سالتك عن التحديات اللي تواجهينها، فما كان عندك اي تحدي غير هو الوقت، واللي هذا انت ما تملكينه ومش بايدك، ولكن رغم هذا ايضا نظمتي هذا الوقت. انا كنت اتوقع ممكن تكون هناك تحديات في تربيه الابناء، في تنميه مهاراتهم، في صقل ايضا ابداعاتهم ومهاراتهم، في امور مثلا شخصيه عائليه، ولكن لم تذكرين اي من هذا النوع من التحديات، وفقط ذكرتي ما يتعلق فقط بالوقت. وهذا دليل على أنك إنسانة كرستي ورسختي كل جهودك ووقتك لخدمة أبنائك، وهذا ما نلامسه على أرض الواقع. نشوف ما شاء الله اليوم أبنائك وعيلتك عيلة متميزة، أبنائك متميزين عالميين، اللهم لك الحمد، رفعتوا راسنا أنتم كعائلة حقيقة. فيعطيكم ألف عافية. للأمانة بلا شك نحن طماعين، والسادة المشاهدين أكيد ينتظرون منك نصيحة، كونك أم يعني متميزة مع عائلتك، متميزة في تربية أبنائك، نصيحة اللي أنت دائما وتحبين تقدمينها لكل العوائل الباقية. شوف، إحنا شعار عائلتنا بعد نقاش بين أفرادنا اللي هو لا مستحيل، وطننا مسؤوليتنا. دائما لكل أسرة، لكل أم، ولكل الأب، لا تخلوا كلمة مستحيل بذهن أبنائكم، ودائماً أن أبنائنا أمانة، مسؤولية وأمانة من الله سبحانه وتعالى. إذا أنا ما أحسن تربية الأبناء هذه في خدمة نفسهم وخدمة المجتمع، زين، ولا تيأسوا، أقولهم دائماً لا تيأسوا، حتى لو كان الطفل عنيد، كان الطفل مشاغب، كان الطفل فاشل، لا تطروا أي كلمة من هذه الكلمات أمام الطفل، فإنها راح تكسر عنده اللي هي نقول التشجيع، الشغف. ودائما ابحثوا عن الاشياء اللي يحبوها ونموها فيهم، لان عن جد فعلا سعادتي انا بسعاده ابنائي يوم اشوفهم يتكرمون، او يشوف حد مثلا يطريهم باي كلام ايجابي، لو اشوف يعني قدر المشاعر السعاده والفخر اللي اعتز فيها انا. يعني احنا اليوم نمثل صح ام واب وافراد في يعني في الاسره، لكن احنا نمثل مجتمع، والمجتمعات تبنى على الاسر وقيمه الفرد. اذا انا اليوم ما أني اهتميت في عهد ولا عامر ولا محمد، ما راح يكون لهم قيمة في المجتمع، ولا راح يمثلون دولتهم بعدين. فإن شاء الله يكون قد الثقة وقد المسؤولية، وأتمنى من كل أولياء الأمور أنه يكرسوا وقتهم 90% لأبنائهم. ونفس ما قلتي يعني عذراء، أن دائما التشجيع، التحفيز، البحث دائما عن الأشياء الإيجابية وليس السلبيات. أكيد طبعا ما شاء الله يعني عهد، أكيد أنت بعد نفس الوالدة تشوفين أن عليك مسؤولية مجتمعية كبيرة، كيف تشعرين بعد هذه الألقاب والجوائز اللي حصلتي عليها، وأيضا المشاركات والمبادرات اللي أنت دائما موجودة فيها؟ طبعا أشعر بالفخر وأشكر أمي وأبوي لأنهم ساعدوني. طبعا أمي وأبوي هم الجندي المجهول اللي يحفزوني، وهم زرعوا فيني الشغف لهذه الأشياء الإيجابية والأشياء المفيدة بالنسبة لي، وأيضا مفيدة للمجتمع. ممكن وايد أن أشكر أمي وأبوي لأنهم حفزوني، وشكرا. يعطيكم العافية. هذه المشاعر حقيقة أنا أشكرك عليها. أنت تربية
ونشء صالح حقيقة. الله يبارك لك فيهم إن شاء الله. آمين. ويجعل فيهم الخير لبلدهم إن شاء الله ولمجتمعهم اللي هم فيه. أكيد يعني شرفتونا عذراء وأنت بعد عهد فخورين فيكم أكيد، فخورين بتواجد أسرة إماراتية اليوم معانا مثلكم، كل الشكر لكم أكيد عذراء غازي فيصل وأيضا عهد اليلي الفائزين بجائزة خليفة التربوية عن فئة خدمة المجتمع والتعليم فئة الأسرة الإماراتية، شكرا لكم ويعطيكم العافية. بس حابة أشكر طبعاً كل القائمين على جهودهم وأقول بارك الله في أوقاتكم على جائزة خليفة التربوية، هذه الجائزة اللي تعطي دافع معنوي كبير لكل أسرة إماراتية. حبيبتي يعطيكم العافية. الله يحفظكم. شكراً. وصلنا على الختام. ختام نعم. مشاهدينا وصلنا لختام مشوارنا وأيضا فقراتنا في برنامجكم المسائي المتميز استديو الفجيرة، تريونا كل ليلة الساعة 9 المساء بتوقيت الإمارات على شاشة التلفزيون الفجيرة، دمتم بحفظ الله ورعايته، يعطيك العافية علي. يعافيك زينب، يعطيك العافية أكيد. نعم مشاهدينا وصلنا معكم لختام هذه الحلقة، على أمل إن شاء الله اللقاء بكم في الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل ودمتم بخير.